ربنا كتب لك عمر جديد. الحمد لله على السلامة. أنا الدكتور يحيى راشد النائب الإداري. أهلا وسهلا يا دكتور. الأمانة بلغتنا إن في نبطشية الليل في عجز في التمريض. عجز؟ لا إحنا شايلين المكان ومحدش مقصر والله. طب عايز دفتر الأحوال أبص بصر وفي حالة عايز أفحصها. إزيك يا شريف؟ كده برضو يا حياة كده برضو متساش عليها كل ده عايش ايه ازيك انت كمان وحشتنا شريف انت فين يا حياة متساش عليها ليه ازيك وزي ماما الحمد لله خبرت له ايه متساش عليها ليه معلش عندك حق بس انت عارف بقى الحياة صعبة صعبة انا سمعت انك هتخرج قريب انا مش هخرج ابدا يا حياة اخرج ازاي انت مجنون ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء نقول الحمد لله والحمد لله الحمد لله اه كويس ادينا بنخلص العينه في الدنيا عشان نطلع فوق واحنا نضاف بس انت ايه اللي خلاك تقول انك مش هتخرج من هنا يا شريف وحصل حاجه معلش يا حبيبي استاذنك بس اخطف المغرب سلام يا حشت والله زيك وزي ربنا تشوفني برضه ده كلام وحشت يا حبيبي والله تنام يا يحيى اللي خلاك تقول كده يا شريف قلت ايه اوعى تنام يا يحيى يا يحيى انا بقالي 20 يوم ما نمتش ما تحرقش يا يحيى ما تحرقش بيجيلي وانا نايم اللي وانا صاحي بيسيبني في حالي بيقعد فتره طويله بعيد عني وبابا كويس وبعدين بيظهر فجاه وبيقلبني بخش معايا كده ومش بيبطل يجي بسيرتك وصوته عالي قوي قوي شريف انت بتتكلم عن مين؟ هو ما اتحرقش متلعش أنا أخيرا عرفت إزاي أهزمه أخيرا الحمد لله عرفت إزاي أهزمه أنا بس أنا كتبت كل حاجة أنا كاتب كل حاجة أنا فاضل لي كلمة واحدة كلمة واحدة بس كلمة واحدة إيه هي كلمة شيء مش قادر أشوفها بس أنت ذكي وبصرف لك أنت هتعرف تجيبها
لازم لازم تكمل القصة عشان تفهم الحكاية، عشان هي كلمة واحدة اللي فاضلة. شريف كلمة شريف 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 دكتور شريف دكتور يا جماعة طمني يا دكتور. هو قطع جزء من لسانه بس النزيف وقف. هو حصل له نوبه صرع قدامك؟ خالص يا دكتور، كان بيتكلم عادي وفجاه للاسف اشك انه هيعرف الكلام تاني. ايه